الغش العنوان الأبرز للسوق اليمني، حيث يشكو المتسوقون من انتشاره في أغلب المنتجات المتداولة، الأمر الذي ينعكس سلباً على صحة المستهلك وسمعة المنتج، كما في هذه الزيوت النباتية التي تصنف تحت عدة مسميات وتفوح منها نكهة واحدة نتيجة تعرضها للغش الذي أفقدها حيويتها وسوائدها الطبيعية. أحد الأصدقاء قال تنبه للزيوت ولا تبيع إلا شيء معروف لدى الناس أو شيء مضمون يعني بالمعنى المفتوح. فقمت أنا يعني دائما طبيعتي أن أجرب وأفتح، ففتحت الزيوت أكثر من 4 أو 5 أو 7 أصناف، أجد نفس الريحة نفس الطعم نفس الريحة نفس الطعم. وصلنا إلى هذا المكان بعد أن أبلغنا مالكه بالمشكلة التي واجهها حيال هذه الزيوت والتي صنفها بالمغشوشة والتي تكاد أن تشوه سمعة مهنة ما يسمى بالطب البديل. أنا لم أكتشف بكل أمانة، يعني لي أرى الشخص وكأنه ملتزم أو واللي اتضح لي شيء آخر جدا، يعني طبيعة البيع بيع أي حاجة، لا يهمك المواطن، لا يهمك التاجر، لا يهمك يعني أهم شيء كسب المال. غادرنا المكان واتجهنا صوب الجهة المختصة ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعرضنا لهم هذه المشكلة. فيما يتواجد في الأسواق والكثير من المنتجات المخالفة متواجدة في الأسواق، وربما يتم إدخالها عن طريق التهريب أو الغش، وهذه منتجات كثيرة متواجدة في الأسواق يتم تكون مخالفة من خلال الفحص الظاهر، بمعنى من خلال الاطلاع على المنتج لونه، مخالفة في بطاقة البيان تكون غير واضحة بطاقة البيان وغيره. من الآثار السلبية التي تنتج عن هذه الزيوت المغشوشة على صحة المستهلك الصلع وتساقط الشعر. بالنسبة للزيوت المغشوشة يعني هي تأثر نسبة كبيرة على الشعر، لأنه فيه يعني مواد كيماوية، ووضعك الطبيعي إني بتأثر على شعر لأي شخص كان. أنصح كل التجار ذي يبيعوا الزيوت بأن يتقوا الله في أنفسهم، بأن بعض الزيوت تدي صلع، بعضها تدي سرطانات، بعضها تدي أمراض. ننصح انهم يكونوا يتقوا الله في انفسهم، يعني يساعدوا الناس. بعض الانسان ما بيش معه فلوس، ما بيش معه حق علاقات، يشتي يجيب حق علاقات ما بيش معه، يعني يلا اشتري الزيت هذاك يجيب له مره ثاني، يشتي يجيب يدفع فلوس ما بيش من يساعده. فاقول لهم اتقوا الله في هذا الحاجة، اصحاب الزيت اصحاب اي شيء اتقوا الله وارحموه، احنا يكفينا كل شيء، يكفينا امراض، يكفينا الذي بيحصل، يعني لا يزيدش علينا الامراض. كالمستجير من الرمضاء بالنار، يقول المواطنون الذين تركوا ارتياد المستشفيات وذهبوا إلى الطب البديل هروباً من الأخطاء الطبية إلى الغش الطبيعي إنجاز التعبير.